بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغنى. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير. محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا رب بیمار قلب بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. یا رب بیمار قلب بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. کرتا ہوں دعا رب سے نیا حضرت سجاد ہے آسرا تمہارا تمہی کی جیو امداد. ہے کون میرا جس سے کروں جا کے میں فریاد. امداد طلب ہے میری تم کی جیو امداد. یا رب بیمار قلب بلا کا ہے واسطہ جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا. بیمار کی حالت کہیں دیکھی نہیں جاتی. میں کیا کروں غم سے میری بھر جاتی ہے چھاتی.
بس یاد میں تیرے میں مصلی ہوں بچھاتا، جز تیرا نہیں کوئی میرا مونس و ساتھی، یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ، جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا، بیمار وطن فاطمہ صغرا کا واسطہ، معصوم کا یتیم سکینہ کا واسطہ، ڈوبا لب دریا وہ سفینہ کا واسطہ، اے میرے خدا شاہ مدینہ کا واسطہ، یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ، جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا، اگر ہوں گنہگار خدا معاف تو کر دے، تو ہے غفور بخش دے اور رحم تو کر دے، رحمت کا طلبگار ہوں جھولی میری بھر دے، اللہ مناجات یہ مقبول تو کر دے، یا رب بیمار کرب و بلا کا ہے واسطہ، جو ہے مریض ان کو تو دے جلد اب شفا، صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب إليه،
أستغفر الله وأتوب إليه. 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مالا سامبرنا رو تمارا كويت يا جار نتي كي آجي ليالو القدر نجي راتو تي اني اندر ايبا عمال ايما عليهم السلام تيني اپنا سو ديواري تيا تي અને અમાલની અંદર જે પ્રમાણે પરવરદિગારે આલમે કુરાની મજીદની અંદર રમઝાન અલ મુબારકનું જ્યાં નામ લીધું સૂરે બકરાની 185મી આયતની અંદર, ત્યાં પરવરદિગારે આલમે રમઝાન અલ મુબારક સાથે કુરાની મજીદનો શુમાર કર્યો છે. આજની રાતોની અંદર આપણા પાસે જે અમાલ વારી થયા છે એમાંથીને જે ખાસ અમલ વર્ષોથીને આપણે કરતા આવ્યા છે એ કુરાની મજીદના અમલ છે. એટલા માટે સાથે મળીને આપણે આ અમલને અંજામ આપે. સૌપ્રથમ કુરાન મજીદને પોતાના હાથમાં લઈ પોતાના સામે રાખી એમના ઉપર નજર કરી આ પ્રમાણે પડે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અલ્લાહુમ્મા અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની أسألك أسألك بكتابك بكتابك المنزل منزل وما فيه وما فيه وفيه وفيه اسمك اسمك أكبر أكبر وأسماؤك وأسماؤك حسنى حسنى وما يخاف وما يخاف ويرجى ويرجى أن تجعلني أن تجعلني من أتقائك من أتقائك من النار من النار. حاجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ત્યારબાદ કુરાન મજીદને પોતાના સર મુબારક ઉપર રાખી આ પ્રમાણે સાથે મળીને પડીએ. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم بحق بحق هذا هذا القران القران وبحق بحق من ارسلته من ارسلته به به وبحق بحق كل مؤمن كل مؤمن مدحته مدحته فيه فيه وبحق بحقك بحقك عليهم عليهم فلا احد فلا احد اعرف اعرف بحقك بحقك منك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 حسين الحسين بعلي ابن 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 الحسين
الحسين بعلي ابن 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 الحسين بمحمد ابن علي 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 بجعفر ابن محمد 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 بموسى ابن جعفر 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 بعلي ابن موسى 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 بمحمد ابن علي 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 بعلي ابن محمد 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 بعلي
علي بن محمد بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 حاجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر ني رات چه اپنا هر کوئی نيه جواب داری بنه چه کہ اپنے ہر کوئی نے پوتانی دعاوں اندر یاد کریے انے خاص کری نے زمانہ نا امام نے پڑ یاد کریے کہ جتی کری نے એ પણ આપણા હકની અંદર દુઆઓ કરતા રહે એટલા માટે સાથે મળીને આપણે દુઆએ ફરજને પડીએ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અલ્લાહુમ્મા કુલ્લી વલીયકલ હુજ્જત ઇબ્નિલ હસન સલવાતુકા અલયહી વઅલા આલિહી ફી હાધિહી સાઅ في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون سيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآته وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذب الله ولئن شاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبيث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة فجعلناها آيات للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فتبتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرياته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القريات إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيع بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القريات رجسا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آيات بينات لقوم يعقلون وإلى مديان أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعدا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فسدهم عن السبيل وكانوا مستبصرون
وقارون وفرعون وهمان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في العرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن وحد البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلهم يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمنون به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا اتخذته بيمينك إذا لارتاب المبتلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا عجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيط بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنات غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابات لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يعفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحياة والحيوان، ولو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفر بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حراما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل سورة روم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم مغافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منه قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا به يستهزئون الله يبدئ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليهم ثم إذا أذقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بها بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فريحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيناهم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المزعفون الله الذي خلقكم ثم رزقناكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطوه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبلهم لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فراءه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ولقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تب أو أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا أثار الله وابن الثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فنعم اللهم تابتك، ونعم اللهم ظلمتك، ونعم اللهم سمعت بذلك يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البرتقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن، بشرع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سهل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرة علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمتان قتلتك، ولعن الله أمتان ظلمتك، ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به. سيرة حضرة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ولحقهم بدرك الجحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زار التمام شهدك أبو العدوية للسنة كل متنكم الله. السلام عليكم يا أولياء الله وحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وبداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي والولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين. بأبي أنتم أمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا قاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهادي بن عروة وحبيب بن مظاهر ولحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك ورحمتك.